نفذت نقابة محامو صلاح الدين وقفة احتجاجية بعد مقتل أحد محامي محافظة بابل واختطاف محام ثاني في محافظة صلاح الدين. وطالب المحامون حكومة العبادي بحماية شريحة المحامين الذين لهم الدور الأول في الدفاع عن حقوق المواطنين وتطبيق القانون في البلاد. بيان من مجلس نقابة المحامين العراقيين استنكارا إلى حالات الاغتيال التي حدثت بحق الزميل غزوان عبيد الشيحان في محافظة بابل والاعتداءات الأخرى التي تعرض لها المحامون في محافظات متعددة. نص البيان: ونحن إذ نودع السنة الميلادية 2017 فقدنا زميل لنا استشهد غدرا على يد عصابات الجريمة لنزفه شهيدا يلتحق بزملائه المحامين الذين غدروا وهم يؤدون عملهم بأمانة وشرف وفي الوقت الذي نعبر فيه عن شجبنا واستنكارنا لهذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها زميلنا غزوان عبيد الشيحان ومعه موكله وعائلة موكله. ندعو الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها تجاه المواطنين عموما والمحامين بصورة خاصة وحمايتهم من التهديدات ومظاهر التخلف لعدم فهم رسالة المحاماة الإنسانية وإلقاء القبض على الجناة المجرمين بأسرع وقت. ومن هنا يدعو مجلس نقابة المحامين في المحاكم العراق كافة إلى وقفة استنكارية موجهين بذلك رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لكل الخارجين عن القانون والتصدي لكل أشكال الجريمة في العراق وحث الوزراء وكافة المسؤولين الحكوميين إلى تفهم عمل المحامي ودوره في مساندة القضاء. وكذلك نوجه رسالة إلى كل من تسول له نفسه محاولا المساس بالمحامين من خلال التهديد أو القتل واهمين ومحاولين إخافتنا من أداء عملنا نقولها بكل قوة: لن ندعكم تعيدون العراق إلى زمن الفوضى وغياب القانون. سنبقى محافظين على القانون وسيادته ولو كلفنا ذلك أرواحنا خالص تعازينا لأسر الشهداء شهداء الحق في العراق وبالخصوص شهيدنا الزميل غزوان عبيد الشيحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة هذا تحدي هو بين الجريمة والقانون. احنا يجب ان نواجه هذا التحدي، يجب ان نواجه دول المجرمين بكل ما نملك من قوة. القانون يجب ان يسود البلد والا البلد سيسير نحو الهاوية. القانون هو الذي يعيد البلد وهو الذي يعيد النظام وهو الذي يضمن حق المواطن. هذه الجرائم ما تثني المحامين عن عملهم وعن دورهم الحقيقة الحالي. هذا الدور مهم جدا هي أن يقوموا بالمحامين. نستنكر العمل الجبان التي وجه ضد زميلنا المحامي ونستنكر كل الإجراءات التي تتخذ ضد المحامين. إن عمل المحامي هو عمل إنساني وعمل قانوني من أجل الوقوف في كل الخارجين على القانون. ونستنكر أيضا جميع الإجراءات التي اتخذت تجاه المحامين وندعو الدولة وندعو القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل أداء المحامين لأعمالهم وفق القانون وعلى ضوء ما هو وعلى ضوء الدستور. باسمي ونيابة عن غرفة محامين بيجي نستنكر العمل الإجرامي الذي طال الزميل غزوان المدافع عن الحق وعن كلمة الحق وعن المواطنين كافة. فنحن نستنكر هذا الاعتداء ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجنات وملاحقتهم إحقاقا للحق. ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي حدث بمقتل زميلنا المحامي غزوان عبيد الشيحان أثناء عودته وموكلته وعائلته في الطريق العام للحلة بغداد من قبل المجاميع الإرهابية. لذا نناشد القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتحري والكشف عن الجنات، علما أنها ليست الحالة الأولى، وعلى نقابة المحامين ومن لهم يد السطوة في القرارات أن يتخذوا اللازم للكشف عن الجنات